استاذ اشرف طبعا بنرحب بيك النهارده مؤتمر لأسمى الازرق صوت مغربي جديد كده بينضم للاصوات الموجوده في مصر اتكلمنا عنها وعن تعاونك معانا. والله اهلا بيكم الاول وانا مبسوط اني بسجل معاكم وطبعا انت حبيبي كل سنه وانتم طيبين. اسمى من الاصوات المميزه واللي هي متلونه وبتغني اي شكل. الحمد لله انا اتعاملت معاها في ثلاث اشكال لحد دلوقتي كل واحده غير التانية. حتى اللي هي غنتها دي خايف اللي قالت عليها فيها علاقة روحانية بينها ده برضو من ألحاني. عاملين توليفة حلوة وهي الحمد لله صوت مبشر جدا وبيفهم جدا يعني بيغني لايف وده بيفرق عن أي صوت متلون ويقدر يغني أي شكل. فأنا مبسوط جدا بالتعامل معها ويا رب إن شاء الله تنجح وتكسر الدنيا. بعدين نتكلم كمان عن أهم النجاحات اللي انت حققتها في 2019 و كسرت الدنيا بالمعنى الحرفي في الصيف. بص يعني انا الايام اللي فاتت دي يعني شويه بتعامل مع اصوات جديده بجانب النجوم. في هبه يوسف عملت لها رجعتها بأغنيتين مع الشاعر الجميل عوض بدوي. في ياسين في احمد في مريم في عمرو كذا صوت. بجانب طبعا ان انا برجع اليومين دول مع حميد الشعري في الالبوم بتاعه اعمل له حاجه كده اسمها زحمه الايام كلمات سامح العجمي. وإيهاب توفيق من فينا اتعلم ببلاش كلمات هاني الصغير دي نازله. بجانب في ثلاث اغاني مع إيهاب في مع سميره الشمس طالعه فوق سميره سعيد. في ان شاء الله تجهيز لنانسي وجنات ان شاء الله. في اعمال جديده ان شاء الله متنوعه ان شاء الله ان شاء الله. ليك تجربة نقدر نقول عليها جريئة جدا لما غنيت لمنير مرة زمان او كان في اغنية بصوت منير يعني انا فاكر كان في تفصيلة كده فعايزين نتكلم عنها. منير طبعا حبيبي والكينج يعني. انا دايما يعني انا من صغري وانا بحب محمد منير جدا ومتأثر بتجاربه هو احمد منير الله يرحمه. فكنت دايما بحب اغني له بطريقته يعني بغني بالظبط. هو حتى منير لما قبل كده كنا بنعمل اغنية صوتك كان بيقول لي بص احنا عايزين نعمل في الميكس كذا وكمان نزلها بصوتك وخلاص واكتب عليها اسمي كده. فهو منير لطيف جدا ومداعب يعني. ويا ربنا ربنا يديله الصحه يا رب ان شاء الله لان انا عارف ان هو كان تعبان. ربنا يديله طول العمر والصحه ويمتعنا دايما بفنه. مين تاني مطربين ممكن تحب تغني بنفس طبقتهم او ولا انت ما فكرتش تغني انت بقى بنفسك في البوم كامل؟ الالبوم كامل دي صعبه. هو انت ممكن تبقى بس حاله مزاجيه انت عايز تقولها بصوتك وتوصلها. لكن انا بحب فؤاد وايهاب ومصطفى وحميد ويعني ومنير طبعا يعني دول اقرب حد ممكن اما اغني لهم. حتى لما نقعد في اي مكان مصطفى او ايهاب او كده يقول لي غني لي فؤاد يقول لي غني لي. انا عايز اسمعها منك دلوقتي. مين حبيبي يا حبيبي يا حبيبي انت فين؟ طب ومنير برضه عايزك تفكرنا بالاغنيه اللي كنت عاملها بصوت منير. كان صوتك ارق من النيا صوتك غنى مال السكات يعني. ممكن تعمل البوم اصلا بيهم كلهم. حبيبي ربنا يخليك حبيبي. عايزين اقول لك هل في مثلا سينما مزيكا اي افلام او دراما في الفتره اللي جايه؟ انا من فتره كده من ايام ما كنت بعمل السلم والتعبان والحب الاول وعجميستا والحاجات دي ابتديت في ارض جو الموسيقى التصويريه وعملت ريد باند وبعمل حاجه اسمها كتف قانوني موسيقى تصويريه برضو عملت في اسمتي ونصيبك. يعني برضو في متعه تانية في الموسيقى التصويريه. ان شاء الله الايام الجايه دي هتفي نشاط كبير ان شاء الله داخل مصر وبره مصر ان شاء الله. ميرسي ربنا يخليك كل سنه وانتم طيبين. ميرسي ذوقك شكرا.